السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم مثنى اللامي من جي اس ام ميديكال اديوكيشن، مستمرين وياكم اليوم موضوع عن دايفراغماتيك هيرنيا أو ما تسمى بأيضا هياتر هيرنيا. في المقدمة سوف أتكلم عن مصطلح هيرنيا بشكل عام وهو ما يعني فتقة، ومن ثم بالتحديد هذا البرزنتيشن أو هذه الحلقة تكون عن الهياتر هيرنيا وأيضا عن أنواع الهياتل أو diaphragmatic hernia وبعض الأسباب الممكنة والأعراض وطرق التشخيص وبعض طرق العلاج أيضا. بشكل عام hernia يعني فتق. Hernia is a protrusion of peritoneum through an opening. هو شنو؟ نتوء أو بروز من البريتونيوم. طبعا البريتونيوم هنا نقصد بالتحديد عندما تكون الهرنية في منطقة البطن. البريتونيوم هو الغشاء اللي موجود في البطن ويحيط بأعضاء البطن، ووضحت هذا الشيء بشكل مفصل. الفتق هو عندما يكون هناك نتوء أو بروز من هذا البريتونيوم خلال فتحة أو usually at a site of weakness، أو بالعادة يكون هذا النتوء يخرج من مكان يكون بضعف، هو يعني بطبيعته يكون ضعف، هذا مكان ضعيف يعني من المنشأ من تكوين الجنين، أو قد يحصل هذا الضعف بعد إجراء عملية معينة أو إصابة ما. مثلا اللي موجود في منتصف البطن الخط اللي يدعى لاينا ألبا اللي يربط عضلات البطن في الجانب الأيمن مع الجانب الأيسر، هذا الخط في المنتصف يدعى لاينا ألبا، هو يكون نوعا ما سايت اوف ويكنس، هذا قد تحصل من خلاله الهيرنيا أو الفتق. طبعا توجد أنواع مختلفة للهيرنيا وأسماء مختلفة، موضح البعض منها في الصورة، وسوف نتكلم في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة عن بعض أنواع هذه الفتوق أو الهيرنياس اللي هي مثلا إبيغاستريك هيرنيا، أمبليكال هيرنيا، إنغوينال هيرنيا، فيمورال هيرنيا، وأيضا توجد لامبار هيرنيا وبعض الأنواع الأخرى. طبعا محتوى هذا الهيرنيا اللي هو sac of hernia، كيس الهرنية أو كيس الفتق، يحتوي محتوياته بداخله مثل ما وضحت هو peritoneum، وكذلك يكون على الأغلب جزء من عضو معين، جزء من عضو معين، قد يكون intestine أمعاء أو جزء من المعدة أو ما شابه إلى ذلك حسب نوع الفتق. هذه الـ الكيس معرض إلى أمور قد تحصل كتفاقم لمشكلة الهرنية، مثلا incarceration. ماذا تعني incarceration؟ incarceration تعني not reducible back into abdomen أو pelvis. ماذا يعني إن مثلا في هذه الصورة توجد incarcerated hernia، انه الكيس الهرنية او محتوى الهرنية الخارج من الجدار لا يرجع الى موضعه الطبيعي. هرنية قد تكون reducible او not reducible اللي يسمونها incarceration او incarcerated hernia. محتوى الهرنية او النتوء او الفتق لا يعود الى موضعه الطبيعي او الى داخل البطن او الى المكان اللي يوجد فيه الهرنية، فهذا يسمونه ماذا؟ incarcerated hernia، incarceration او not reducible، لا يرجع الى موقعه الطبيعي، على العكس من اللي يكون النوع الثاني اللي هو reducible. او strangulation، طبعا strangulation تعني خنق او شنق، خنق او شنق، ما معناه انه هذا السايت اللي خارج يحصل به لو صح التعبير التفاف او انسداد،
التفاف محتوى الهرنية، ارتفع حول نفسه أو انسداد، مما يؤدي إلى ماذا؟ إسكيميا أو نيكروزيس، موت هذا المحتوى، موت هذا المحتوى لانعدام البلاد سبلاي، انعدام البلاد سبلاي، وفي هذه الحالة قد يسبب ألم، قد يسبب ألم وتندرنس وإريثيما وفيفا. إريثيما معناها يتغير لون الجلد في هذه المنطقة، وفيفا ارتفاع في الحرارة. وهذه هنا موضحة بعض أنواع الهرنية الممكنة. هذه بصورة عامة نظرة عن الهرنية. إذن الهرنية هي نتوء A protrusion of ماذا؟ peritoneum through an opening usually at a site of weakness. موضوعنا اليوم هو عن الهياتال هيرنيا، أو مثل ما ذكرت يسمونها اسمها الثاني diaphragmatic hernia، dia أو diaphragmatic hernia، diaphragmatic hernia هي تحصل عندما the abdominal structures enter the thorax. إذا ملاحظ هنا abdominal structures بهذه الإكس راي enter ماذا؟ the thorax. إذن أجزاء من البطن تدخل إلى الصدر. كيف تحصل هذا الشيء؟ سوف أتكلم. may occur due to ماذا؟ congenital defect. congenital defect when pleuroperitoneal membrane. pleuroperitoneal membrane. بلورو معناها البلورة، هو الغشاء اللي موجود في الصدر، وأيضا مكون من طبقتين، فيزيرال داخلية وباريتال خارجي، وبيريتونيال هو البيريتونيوم اللي موجود في البطن. عندما يحصل ديفكت يعني مشكلة، كونجينتال ديفكت مشكلة أو أبنورماليتي تكون وراثية في هذه الحالة أو من الولادة، قد يؤدي إلى ماذا؟ دخول بعض الأعضاء من البطن إلى الصدر، بعض أجزاء من الأعضاء أو الأعضاء، حسب أجزاء من الأعضاء أو الأعضاء. في هذه الحالة هي تؤدي إلى ماذا؟ هياتال هيرنيا، أو ممكن تكون بعد التراوما، بعد أي إصابة سواء كانت في عملية أو إصابة أخرى. هذه الحالة تكون غالبا بالجانب الأيسر، لأنه الجانب الأيمن يكون محمي من الكبد، محمي من الكبد، فتكون من الجانب الأيسر من الدايفرام. الدايفرام هو العضلة اللي هي الحجاب الحاجز تفصل الصدر عن البطن. هذه الهيرنيا على الأغلب تكون من خلال، من اسمها هياتال هيرنيا، تكون من خلال الهياتوس. الهياتوس ما هي؟ ما هي؟ هي الأوبنينج، أحد الثري أوبنينجز اللي تكلمت عنها في أحد الحلقات، موجودة في الدايفرام. واحدة منهن هي الهياتال هيرنيا اللي يمر من خلالها ماذا؟ المريء الإيزوفاغوس من الصدر إلى البطن ويرتبط في المعدة. هذه الفتحة اللي هي في الدايفرام اسمها هياتال أوبنينج. هذه الفتحة عندما يكون فيها congenital defect أو بسبب التراوما، قد يحدث هيرنيا أو بروتروشن لجزء من المعدة إلى منطقة الصدر، أو توجد بعض الحالات القليلة أو النادرة عندما تدخل أجزاء كبيرة من الأمعاء إلى الصدر، أيضا تسمى هيرنيا. أهم نوع most commonly a hiatal hernia in which stomach أو stomach herniates upward through the esophageal hiatus of the diaphragm. esophageal hiatus بالتحديد فتحة الإيزوفاكس اللي موجودة في الدايفرام. على الأغلب جزء من المعدة يصعد إلى الأعلى إلى الصدر، herniates upward، هذا الجزء على الأغلب هو الفوندوس، هذا الجزء من المعدة اللي هو فوندوس مثل ما موضح في هذه الحالة. هذا هي الهياتال هيرني أو diaphragmatic هيرني، بها نوعين sliding and paraesophageal. sliding paraesophageal هذه هي
السلايدنج هيرني. ماذا يحصل بالسلايدنج هيرني؟ اسمها اور جلاس ستومك. اور جلاس ستومك، اور جلاس ستومك هي الساعة الرملية، لأن الشكل يشبه الساعة الرملية. هنا ماذا يحصل؟ انه اولا الجاسترو ايزوفاجيال جاكشن، هذا الجاسترو ايزوفاجيال ايزوفاجيال جاكشن اللي هو الارتباط بين المعدة والمريء، يكون مرتفع نوعا ما الى الاعلى، displayed upward، مرتفع نوعا ما الى الاعلى، ويكون الشكل هو hourglass stomach. hourglass stomach هاي بالنسبة لل سلايدنج هياتال هيرنيا. وهنا موضح انه الكارديا بارت اوف ستومك از هيرنييتد، الكارديا بارت اوف ذا ستومك. اما البارا ايزوفاجيال هيرنيا هنا لا، انه الجاسترو ايزوفاجيال جاكشن از يوجوالي نورمال. اذا نلاحظ على العكس من هذه الصورة، انه هذا الجاكشن يوجوالي بي نورمال، بس الفوندوس يصعد الى الاعلى، الفوندوس of the stomach وليس الكارديا. الفوندوس اللي هو جزء من المعدة يصعد الى الصدر. هذا الفرق بين النوعين هذين، اللي هن ماذا؟ سلايدنج هيرنيا الجاكشن يكون الى الاعلى، والجزء اللي هيرنييتد من المعدة هو الكارديا. اما البارا ايسوفاجيال الجاكشن يكون نورمال، والجزء الهيرنييتد هو الفوندوس. وايضا موضح في هذه الصورة هذا السلايدنج، انه هذا الجاكشن ابورد والهيرنييتد بارت هو الكارديا. اما البارا ايسوفاجيال انه الجاكشن يكون نورمال، remains in place بس الهيرنييتد بارت هو الفوندوس اوف ستومك، او قد يكون جزء اكبر حسب، لكن بصورة مبسطة هو جزء من المعدة على الاغلب في حالة البارا ايسوفاجيال هو الفوندوس عفوا، وفي حالة السلايدنج هي الجزء يكون كاردي. والفرق الثاني هو الفرق بالماذا؟ غاسترو ايسوفاجيال جاكشن. بالسلايدنج يكون placed upward، وبالبارا ايزوفاجيال يكون in normal place أو remains in place. الأسباب ما معروفة بصورة تامة، لكن العديد من الأشياء قد تؤدي، أو من الأمور التي قد تؤدي إلى حدوث الهرنية، مثلا heavy lifting or hard cough. heavy lifting or hard coughing. heavy lifting مثلا في حالة رفع أوزان ثقيلة جدا، أو hard coughing. hard coughing هو السعال القوي. أيضا hard sneezing. hard sneezing هو عندما يعطس الإنسان بشكل قوي جدا، أيضا قد يكون سبب. pregnancy and delivery، لأنه هذه الأمور تؤدي إلى زيادة الضغط في منطقة البطن، وأي من هذه الأمور قد تؤدي إلى هيرنيا. أيضا vomiting اللي هو التقيؤ، بالتحديد التقيؤ اللي يكون قوي ولفترة طويلة. أيضا constipation and obesity. constipation and obesity or obesity اللي هو الإمساك والوزن الزائد. هذه الأمور قد تؤدي إلى ماذا؟ الهياتل أو الدايفراغماتيك هيرنيا. أهم الأعراض على الغالب بتكون الهيرنيا بهذه الحالة إذا كانت صغيرة تكون أسيمتوماتيك، يعني ما توجد أعراض، لكن إذا كانت كبيرة نوعا ما البارت اللي هو الهيرنييتد بارت كل ما كان أكبر يؤدي إلى بعض الأعراض، مثلا هارتبرن حرقة في الصدر، ديسفاجيا أو ديسفاجيا بس الأفضل ديسفاجيا اللي هو عسر البلع difficulty during swallowing regurgitation انه بعض الجاستريك جوس يصعد
ويرجع إلى المريء، وهذا الأمور تسبب مشاكل مختلفة. أيضا بين قد يكون هنالك شعور بألم أو discomfort بالصدر، chest pain، nausea and vomiting، nausea أو nausea and vomiting اللي هو الغثيان والتقية، وأيضا bleaching، belching اللي هو ما أعرف إذا كانت باللغة العربية، لكن باللغة العراقية أو باللهجة العراقية بالتحديد هي التريوع، إنه الإنسان يتريع. عفوا باللغة العربية الفصحى ما أعرف. طرق التشخيص أيضا مختلفة، لكن قد يستخدم مثلا ناء باريوم سولو هو محلول يعطى للمريض، يقوم المريض بشرب هذا المحلول، ومن ثم ينظر إلى مرور المحلول من خلال المريء إلى المعدة من خلال الإكس راي. إذن باريوم سولو إكس راي، ونشاهد هنا الجاكشن متضيق، وهذا هو الهيرنييتد بارت. أو إندوسكوب، طبعا هذه تكون على الأغلب هي الأفضل استخدامنا، يعني إذا صح التعبير الجولد ستاندرد، الجولد ستاندرد أو the most commonly used. and أيضا كان أيضا ممكن يستخدم الإندوسكوب، هو جهاز يمرر من خلال الفم، ويتم من خلال كاميرا يحملها على في الأسفل يتم النظر إلى ما يوجد في داخل المريء والمعدة. وأيضا قد يستخدم السيتسكان، سيتسكان مشابه للإكس راي لكن بطريقة جهاز مختلف، لكن طريقة عمله مشابهة للإكس راي. وأيضا نشاهدنا الهيرنييتد بارت أو هياتال هيرنيا. طرق العلاج قد تعطى بعض الميديكيشنز للسيطرة على الأسيديتي وتقليل الأسيديتي، لكن كعلاج نهائي هو العملية. مثلا العلاجات التي قد تعطى هي أنتاسيدز لتقليل الحامضية بالمعدة مثل مايلانتا أنتاسيدز. أيضا قد يعطى هيستامين 2 ريسبتر بلوكرز مثلا سيميتيدين أند راينيتيدين أو رانيتيدين اللي هو زنتاك معروف جدا، سيميتيدين أند رانيتيدين زنتاك، هذا هو الزنتاك أيضا قد يعطى، أيضا يقلل الحامضية. والأهم والأكثر استخداما هو بروتون بامب إنهيبيترز، هذه تكون أكثر فعالية من الهيستامين 2 ريسبتر بلوكرز، وتقلل الضرر اللي يحصل في الإيزوفاجس نتيجة الريجورجيتيشن أوف ذا أسيد أوف ذا أسيد كونتنت من المعدة. والأهم والموست كومن يوزد هو أوميبرازول زيجاريد أو زيجرايد، أوميبرازول أو لانزوبرازول أو أوميبرازول. إذن مثلا تعطى أنت أسيد مثل مايلانتا، هيستامين 2 ريسبتر بلوكرز مثل زانتاك، رانيتيدين أو سيميتيدين، وبروتون باب إنهيبيترز بي بي آي مثل لانزوبرازول آن أوميبرازول اللي معروف بالماذا الاسم التجاري زيجريد أو زيجريد. أما في حالة الجراحة أيضا توجد أكثر من طريقة للجراحة، لكن أهم واحدة أوضحها هي نيسن فوندوبليكيشن. نيسن فوندوبليكيشن تتم من خلال 4 مراحل. المرحلة الأولى هي إعادة الهيرنييتد بارت إلى موقعه الطبيعي، إعادة الهيرنييتد بارت إلى موقعه الطبيعي، ومن ثم ماذا لف الفوندوس حول الإيزوفاغوس حول المريء من الخلف، ومن ثم خياطته مع نفسه، لف الفوندوس حول المريء من الأسفل وخياطته مع نفسه، وبالتالي عمل ماذا artificial valve
artificial valve. صمام يقلل الضرر اللي حاصل في الايزوفاجيال هياتوس، وبالتالي يقلل او يعالج، اذا صح التعبير يعالج الهرنية بنسبة كبيرة. تعالج هذه الهرنية من خلال تضييق هذه المنطقة بعمل artificial valve. artificial valve اللي هو صمام عمله من خلال لف الجزء اللي هو الفوندوس مال الاستومك حول حول المريء من الخلف، الإيزوفاغوس من الخلف، ومن ثم خياطته بنفسه مثل ما موضح أيضا في هذه الصورة. فهذا الارتيفيشال فالف يؤدي إلى هذا تقليل الأسيد ريفلكس هذه حالة، وبالتالي يقلل الضرر في المريء، وأيضا يمنع بنسبة كبيرة حصول الهرنية من جديد، وأيضا يعتبر طريقة علاج جيدة ومستخدمة. قد توجد بعض الطرق الأخرى لكن لن أتطرق لها هنا، إن شاء الله نتطرق الموضوع فيما هو قادم بشكل أكبر. بالنسبة لهذه الحلقة من الضروري جدا معرفة ما هو في البداية ما هي الهرنية بشكل عام، وما هي أنواع الهياتال هرنية، وكيفية حصول الهرنية. هذا أهم شيء من الضروري معرفته لحد الآن في هذا المستوى، إلى أن نتكلم في مستويات متقدمة بشكل أكثر عن العلاجات وعن التريتمنت وعن السيمتومز والدياغنوزيس، قصدي التشخيص والعلاجات المختلفة. أما بالنسبة لللايف ستايل موديفيكيشنز، قد ينصح المريض بعد العملية أو قبل العملية أيضا بتجنب بعض الأمور، يعني تعديل طريقة الحياة. مثلا eat several smaller meals throughout the day rather than a few big or a few large meals. ينصح بأكل كميات قليلة و أكثر أفضل من أكل كميات قليلة وكبيرة. أكل كميات كبيرة أو كميات متعددة قليلة وأفضل من أكل كميات قليلة لكن كبيرة. إذن وأيضا تجنب avoid foods that trigger heartburn such as fatty or fried foods. tomato sausage أو بالعربي tomato sauce, alcohol, chocolate and others. يعني تجنب أكل الطعام أو الأكلات اللي تؤدي إلى heartburn، حرقة الصدر، اللي هي مثلا fatty or fried foods, tomato sauce, alcohol, chocolate and others. أيضا avoid lying down after a meal or eating late in the day. ايضا تجنب انه تنام او تتمدد بعد الاكل مباشرة، او كذلك تجنب الاكل المتأخر في الليل او في اليوم. eat at least 2 to 3 hours before bedtime. يعني اكل على الاقل قبل ساعتين او ثلاثة من النوم. ايضا maintain a healthy weight. حاول انه اذا كان عندك وزن زايد انه تخسر الوزن وتحافظ على وزن صحي مثالي لك. كل هذه الامور الغرض منها هي تقليل الضغط في البطن، وبالتالي تجنب اذا كانت بعد العملية تجنب الريكرنس او اعادة حصول او رجوع الهرنية او الفتق، او اذا قبل العملية هو تقليل الضرر مال الفتق. ايضا stop smoking. stop smoking. تجنب او توقف التدخين، ايضا يعتبر من risk factors. والاخيرة هي elevate the head of your bed.
elevate the head of your bed 6 inches. من تنام يعني استخدم مخدتين 2 or 3 pillows. يعني خلي راسك مرتفع، يكون راسك مرتفع عن بقية جسمك بحوالي 6 inches اللي هي تقريبا 15 سنتيمتر 15 سنتي. هذه الأمور اللي قد ينصح بها الطبيب المريض بعد العملية على الغالب وأيضا قبل العملية. إلى هنا وصلت وياكم إلى نهاية الحلقة، أتمنى كانت سهلة ومفيدة. في حال عندك أي سؤال أو استفسار بإمكانك مراسلة الموقع بصورة مباشرة وإن شاء الله نرد عليك في أقرب فرصة ممكن. حتى ألتقيكم في المرة القادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.